السلام عليكم الأصدقاء ديالي خوتي الأعزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم خوكم أنوار من قناتكم وقناتنا أنوار برو. أصدقاء ديالي، في هذا الفيديو الجديد غادي نشوفوا ملخص مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الغاني. مباراة صراحة صعيبة وصعيبة صعيبة جدا. على العموم الأصدقاء ديالي، كما شفتوا الأداء الحمد لله كان على الأقل متغير مع المستوى اللي كنا شفناه في المقابلة الأولى، ولكن في المقابلة الأولى شفنا الشوط الأول كارثي والشوط الثاني عالمي. أصدقاء ديالي، بلا ما نطول عليكم غادي نخليكم نتوما تشوفوا الملخص وحكموا، عطوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. كنتمنى كل واحد فيكم شاف فيديو يشجعنا بواحد لايك، لان اللايك ديالكم كيحفزني كيخلي الفيديو يوصل لجميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اصدقاء ديالي، بلا ما نطول عليكم دوزو نشوفوا الفيديو ونتلاقاو. اعزائي، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو، كنتمنى تعطوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك ما كرهتكمش خوتي الاعزائي، تبركونا على داك اللايك وتبارطاجيو لينا الفيديو باش يوصل لجميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشتركينش في القناة ما كرهتكمش خوتي الاعزاز، تشتركوا في القناة، تفعلوا زر ديال الجرس باش توصلوا دائما دائما بالجديد ديالنا. ان شاء الله ولي في راسكم بزاف، موعدنا في فيديو قادم. كيف العادة كان معكم خوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار برو. ان شاء الله ولي في راسكم، السلام عليكم.